نتكلم اكتر طبعا مع ناقدنا الرياضي محمود باهي من جريده الشروق. برحب بيك على شاشه قناه الاهلي. اهلا بيك يا ساره وبكل مشاهدي قناه الاهلي. عايزين نتكلم يا محمود في البدايه على ابرز ملامح الجوله الثالثه في دوري ابطال اوروبا. هي طبعا الجوله الثالثه بتكون جوله تحديد المصير لان المباريات فيها هتتكرر، يعني مثلا زي ما انت قلتي من شويه ان ريال مدريد بيلعب الانتر، دي من ابرز المواجهات. المواجهه دي هتتكرر في الجوله الرابعه وهتتكرر كمان بعد فتره توقف دولي. دلوقتي الانديه الاوروبيه يعني الكبيره كلها في تذبذب كبير جدا في المستوى، بنلاقي نتائجها مثلا اللي نتائجه كويسه في بطوله الدوري بنلاقي نتائجه متراجعه جدا في دوري الابطال، والعكس صحيح، نلاقي في فرق ماشيه كويس جدا في دوري الابطال ونتائجها في الدوري بعيده جدا، زي سواء مانشستر سيتي او برشلونه. فطبعا المباريات دي احنا لو مثلا بنشوف مجموعه ريال مدريد، لو شفنا الجدول حاليا بعد اول جولتين هنحس ان الجدول مقلوب، هنلاقي ريال مدريد هو في المركز الرابع وانتر في الثالث ومونشن جلادباخ في الثاني وشختار هو الاول. يعني كل المتفائلين كانوا بيقولوا ان المنافسه على الصداره هتكون بين ريال مدريد وانتر ميلان، مع الجوله الثالثه بقى الاثنين بيصارعوا بعض. مواجهه انتر ميلان مع ريال مدريد هتحدد بشكل كبير جدا الفريق اللي هيقع منهم ممكن يخرج من دوري الابطال مبكرا، او يعني لو حظه كويس ممكن يشارك في اليوروبا ليج. فطبعا هتبقى مباراه صعبه جدا، مباريات الجوله الثالثه بتبقى مباريات صعبه جدا بالنسبه للفرق اللي بدات مشوارها، خصوصا الفرق الكبيره بدات مشوارها بنتائج متذبذبه، زي برضو باريس سان جيرمان. ما باريس سان جيرمان خسر المباراه الاولى على ملعبه ضد مانشستر يونايتد ثم كسب بشكشير التركي بصعوبه بالغه جدا، وعنده ماتش مع لايبزيج بكره ان شاء الله بدون نيمار بدون امبابي بدون ماورو ايكاردي، فبرضه هتبقى مباريات تحديد مصير، خاصة ان كمان الفرق الكبيرة بتعاني كلها من الاصابات في جميع صفوفها تقريبا، وعندهم احساس ان هم الموسم الحالي هو استكمالا للموسم اللي فات بسبب ضغط المباريات طبعا وفترة الكورونا اللي هي ضيعت 3 شهور من الموسم اللي فات وضغطت الجدول بشكل كبير. فالفرق اللي تأهلت لدور الثمانية من دوري الابطال الموسم الماضي او اللي هي كملت بعد فترة الكورونا بتعاني بشكل كبير جدا، وده ملاحظينه سواء على مستوى الدوريات او على مستوى البطولة القارية. محمود من وجهة نظرك كناقد رياضي، شايف مين هيتفوق فنيا النهارده، ريال مدريد ولا انتر ميلان؟ يعني مباراة صعبة على الطرفين، ممكن تكون الأصعب على الريال، بس فنيا مين ممكن يتفوق؟ هو ريال مدريد حلوله مهارية أفضل، يعني خبراته بدوري الأبطال أكبر، الضغوط على انتر ميلان صعبة شوية على مدربه أنطونيو كونتي صعبة لأن هو في دوري الأبطال المسيرة متذبذبة وكذلك في الدوري الإيطالي. أما ريال مدريد في المباريات الأخيرة محقق انتصارين، يعني بينافس على الصدارة وأي نعم حاليا في المركز الثاني في الدوري الأسباني خلف ريال سوسيداد، لكن ريال مدريد خبراته أكتر، زين الدين زيدان مدرب واخد 3 دوري أبطال أوروبا ورا بعض، فريق ريال مدريد زي خبراته كبيره، الفريق بيشارك بشكل سنوي بشكل موسمي في دوري ابطال اوروبا. كان خلي بالنا ان انتر ميلان بس معلش يا محمود اسمح لي، الناس برضو شايفه او جمهور شايف انه مش ده ريال مدريد اللي واخد 3 دوري أبطال ورا بعض، يعني في تذبذب في مستوى ريال مدريد في الفتره دي. بالظبط، مع زي ما بنقول فتره الكورونا في اصابات كتيره، يعني فريق الفرق الكبيره صفوفها مش مكتمله، زائد برضو في نفس الوقت في مرحله تجديد دم، بنشوف مثلا ان في عناصر كانت شريكه في 3 دوري أبطال أوروبا مع بعض مع ريال مدريد، طبعا ابرزهم كريستيانو رونالدو، ده سلاح كبير جدا افتقده ريال مدريد وحتى الان لم يعوضه. يعني حتى الان دلوقتي ريال مدريد الاعتماد الكلي على سيرجيو راموس، كريم بنزيما، كاسيميرو، دول ابرز، وكورتوا طبعا مستواه من بعد استئناف الكورونا مستواه من يعتبر من نجوم الفريق، عشان كده ريال مدريد مش بالقوه المرعبه زي فيما بعد، لان هو فيما سبق يعني لان هو فقد نجوم كتير، والفريق دلوقتي في مرحله تجديد دماء، في لعيبه كتيره جدا راحت عن الفريق، خامس رودريجيز برضه كان عنصر من العناصر كان بيعتمد عليها زيدان في مرحله التدوير، انما دلوقتي ريال مدريد بيعتمد على فينيسيوس جونيور، على رودريجو، كلها عناصر شابه، على فيدريجو فالفيردي، فكلها دلوقتي مرحله تجديد دماء، وفي نفس الوقت عناصر الخبره مستواها برضه يعني بيتراجع سواء فنيا او بدنيا، لان ضغط جدول المباريات صعب على كل الفرق، فعشان كده يبدو للناس ان ريال مدريد مش بالقوه الكافيه، لكن سلاح الخبره هو اللي بيكسب الفريق الكبير حتى لو هو مش في يومه او في اسوأ مستوياته، وده اللي شفناه مع ريال مدريد في المباراه الاخيره ضد مونشن جلادباخ، كان مغلوب 2-0 لغايه اخر 3 دقائق من الوقت الاصلي، ونجح ان هو رغم ان ريال مدريد لم يقدم الاداء القوي في المانيا، لكن نجح ان هو يقلص النتيجه دي 87 ثم يتعادل في الدقيقه 93. فطبعا دي سمات الفرق الكبيره ان هي بتقدر
تعدي الازمات في ظل تراجع مستواها سواء فنيا او بدنيا.